اللهم إني أسألك باسمك الأعظم وكلماتك التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، أن تقبل مني ومن جميع المؤمنين والمؤمنات صيام شهر رمضان وقيامه، وتفك رقابنا من النار، وأن تجعل عملي سارا وارزقني دارا، وتعجل بالفرج لي منك يا أرحم الراحمين. اللهم وأعني عليه بأفضل عونك، ووفقني فيه لطاعتك، وفرغني فيه لعبادتك ودعائك وقراءة كتابك، وأعظم لي فيه البركة، واكفني فيه ما أهمني الأمل فيه، وفيما يرضيك عني صبرا واحتسابا وإيمانا، وتقبل ذلك مني بالأضعاف الكثيرة والأجر العظيم يا رب العالمين. ولا تحل بيني وبين شيء من ذلك بمرض ولا هم ولا سقم ولا غفلة ولا نسيان، واقسم لي فيه أفضل ما تقسمه لعبادك الصالحين من الرحمة والمغفرة والإجابة والعافية والمعافاة الدائمة والعتق من النار والفوز بالجنة وخير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين.